ما بتعرفي قديش أنا ندماني. طول هالسنين حطيتها فوق راسي ودائما وقفت جنبها، وبالأخير كنتي طلعت بس أكل. كيف ما عرفتي هالشي؟ ما حسيت عليها، أنا صدقت وشها البريء. كيف بدي أعرف إنه هاي الصبية الطيوبة بتقدر تقتل بكل قلب باري؟ طلع ما عندها ضمير بنوم. مرت عمي، خلينا نروح نخبر الشرطة. قبل هالمرة رحت ما صدقوني، بس إذا رحنا سوا أكيد رح يقتنعوا وبيروحوا بيمسكوها. أنا لما واجهتها بالحقيقة لميت أغراضي وطلعت من البيت. والله يا ريتك ساكتي ومو حاكي قدامها شي. الحمد لله منيح اللي ما فكرت تأذيكي مرت عمي. والله ما فكرت بهالشي. هلا هي هربانة، أنتي لا تاكلي هم، كيف ما كان رح يمسكوها. الحمد لله اللي مرقت على هيك. آه بعد اللي صار، يعني بعد ما راحت فوراً خطرتي على بالي يا نرمي. ضايقت كتير مشانك وقلت كيف ظلمت وحدة مسكينة مثلك. سامحيني يا بنتي. منيح اللي إجيتي، وطبعاً تعرفي إنه هذا كمان بيتك. أنتي قلبك طيب كتير، خجلتيني بطيبتك واحترامك. صدري ضاق وما عم بقدر أتنفس. مرت عمي أنتي منيحة؟ منيحة منيحة، بس معلش تجيبي لي كاسة مي يا بنتي. رايحة أجيب لك فورا. شو سويتي فيني؟ ممتاز، الدواء أخذ مفعوله معك. ريهام كرم لك نرمي، ما في حدا بالبيت شو نسيتي؟ يلا يا روحي، هلا انت ارتاحي ونامي بكل هدوء. بتعرفي انه انا ندماني على الشي اللي رح يصير؟ والله مو هاين علي ابنه. ما علينا، ما حسيت هيك لانه هي سيئه، بس انتي وحده كتير منيحه. بس انا مجبوره، ما عندي حل تاني اعمله. عم تفهمي علي ما هيك؟ هلأ حضرتك رح تنام وترتاح، ما قلتي لي اليوم كيف حاسس حالك؟ والله مثل ما انك شايفة، حاسس حالي أحسن شوي. الأدوية رح تخليك أحسن. لو خليتوني اطلع على البيت كنت ارتحت أكتر بكتير. بس أمك ما عم بتفكر مثلك أبداً. قلتي أمي؟ أمي اجت لهون؟ لا، اتصل التليفون وكان مبين عليها أنه خايفة عليك، وتأكدت إذا لساتك قاعد بالمشفى معافى إن شاء الله. اوعى تفكر انه هالشغلة خلصت يا حسان. مشغول بالها وتأكدت اذا لساتني هون. يا ربي دخيلك. يلا نرمين ردي على التليفون، ردي. ألو كرم، فورا على البيت، أمي بجوز تأذيها لنرمين، روح بسرعة وأنا جاي ما بتأخر. Thank you.
انت عم تنتحري، حقك الطبيعي يكون جوزك جنبك، هذا الشيء طبعا من حقك. امي امي أوه. كانم رد علي. وقفي، لا تقتليها، وقفي. اتركني اتركني، كله مشان مصلحتك. نرمين، الحمد لله اني لحقتك. اصحك، تركني تركني. انت قتلتي لينا، بس ما رح خليكي تأذي نرمين. مشان ما ينخرب بيتك انا قتلت هداك اليوم، مشان ما تترك مرتك اللي بتحبك. نحن ما كان بدنا يصير هيك، نحنا بس رحنا مشان نحكي معه، وما كنت ناوي اني اقتلها. انت لينا ما هيك؟ ايه. بعدي من وشيك لشوف مين عندك جوا. حسان وينه؟ شو عم تعملوا؟ حسان؟ حسان مانو هون. مين حسان؟ انت وين بتخبي؟ انا مين؟ وكمان لهلا مالك عرفاني؟ انا مرته يا روحي. وشو؟ مجهزة حالك؟ شكله هلا جاي لعندك. ما احكي يا وسخة، ما طلعتوا من بيتي هلا رح اتصل بالشرطة. يلا يلا اتصلي لشوف شو عم تستني. اسمعي وليه، إذا ما شفت جوزي ما رح أتحرك من هون، عم تفهمي؟ خلي هالشي ببالك. وينو حسان؟ قولي وينو، عم قلي. وأنا شو بيعرفني وينو؟ شو فكرتيني مخبيته؟ رح تكذبي علي بنوم. وينو حسان؟ أنا شو دخلني بجوزي؟ روحي ضبيه بدل ما تحاسبيني. يلا طلعي من بيتي فورا لشوف. يلا طلعي. لكي روحي بك عنا، لا تقربي عليها. مرت عمي، لك شو عملتي انتي؟ المرة ما عم تتحرك بنوم. على مالك على مالك، لسات عايشة مو؟ لك جاوبيني. روحي من هون. روحي، أنا بحل القصة، روحي من هون بسرعة. ماتت. روحي. يعني اللي قتل لينا انت وغصون مو لحالك. مجبورين يا ابني. حسان حسان ما عم اقدر اتحرك، تعال ساعدني لاقوم. حسان الظاهر ان انا عم موت. كرم اتصل فورا بالشرطه. امي اللي امي منيحه؟ منيحه، لا تخاف، تعال خليك جنبها، انا هلا برجع. حسان حسان حسان. آه.
مشان شو؟ ليش؟ ليش هيك عملتي غصون؟ هاي الرسالة أنا كتبتها مشان تعرفوا إنه ما حدا مسؤول عن موتي، واللي قتل لينا هي جاهدة مرت عمي، بس طبعاً أنا كمان مزن بمثلها لأنه ضليت عم بتفرج وسكت عن هاي الجريمة البشعة. أنا ندمان كتير. وهيك انعرفت الحقيقة وقضية لينا تسكرت، والشكوك اللي كانت على غسان طلعت كلها مو بمحلها، وظهرت براءة حسان، وصار كل همه هلأ إنه يعيش مع مرته اللي بيحبها حياة سعيدة وهادية بدون مشاكل. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.